بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه، هيكون فيها ضيفي في الجزء الثاني كابتن شريف عبد الفضيل نجم الاهلي السابق، وايضا المدير الفني لفريق 2005 في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وايضا النهارده عندنا قضيه منتخب مصر الشباب اللي دلوقتي موجود في تونس، هتسمعوا كل الجديد من خلالنا هنا في برنامج الاشبال، وكمان معانا فيديوهات حصريه من لاعبي منتخب مصر هنذاعها وهتشوفوها لاول مره النهارده معانا في برنامج الاشبال. لكن قبل ما نروح لفقراتنا النهارده والاخبار الناشئين في الصحف في المواقع، طبعا كلنا تابعنا مباراه النادي الاهلي مع مصر المقاصه، بدايه انطلاق بطوله الدوري الممتاز، البطوله 43 ان شاء الله، نتمنى تكون 43 في تاريخ النادي الاهلي. دايما البدايات مهمه خاصه في بطوله الدوري الممتاز. النادي الاهلي ابتدى بدايه قويه وخاصه في الشوط الثاني، ما شاء الله كان الاداء مميز من كل لاعبي النادي الاهلي في الشوط الثاني. ايضا النتيجه انتهت بفوز كبير للنادي الاهلي 3-1، وكمان شفنا الهدف الرائع لعمر السوليه. كمان اللاعبين الجدد ما شاء الله ظهروا بشكل مميز في هذه المباراه. بدر بنون المباراه الثانيه ليه على التوالي، وايضا بيبدا يثبت اقدامه في فريق النادي الاهلي، خامه ممتازه وكمان اضافه قويه لدفاعات النادي الاهلي. ايضا ناصر ماهر اللي بنتمنى له السلامه ان شاء الله، يعني للاسف تعرض لاصابه قويه في خلف الكتف، ان شاء الله يرجع بسلامه وبسرعه. محمد شريف وايضا صلاح محسن، نتمنى لكل لاعبي النادي الاهلي التوفيق، خاصه ان البدايات مهمه وخاصه في بطوله الدوري الممتاز. بطوله الدوري السنه دي في بطولات كتير هيشارك فيها النادي الاهلي، بطوله السوبر المصري، بطوله السوبر الافريقي، ايضا كاس العالم للانديه، عندنا المشوار الافريقي. فالسنه دي البطولات مزدحمه بالنسبه للنادي الاهلي، فالبدايات مهمه في بطوله الدوري، علشان كده مهم جدا يعني تجمع نقاط في بطوله الدوري، فبنبارك لهم وان شاء الله مزيد من التوفيق خلال الفتره اللي جايه. ايضا كل جماهير النادي الاهلي وايضا جماهير الرياضه المصريه وكل جماهير الوطن العربي تابعت هنا على شاشه قناه النادي الاهلي الحوار المهم، حوار الكابتن محمود الخطيب مع الاعلام الكبير الاستاذ يعقوب السعدي. شفنا حوار مهم جدا فيه قيم ومبادئ ورسائل وتواضع كمان من الكابتن محمود الخطيب. من هنا بنحيي الاستاذ يعقوب السعدي على الاداء الاعلامي او كمان على البرنامج اللي هو او الحلقه اللي قدمها مع كابتن محمود الخطيب. اتكلم عن مصر وشفنا يعني مدى الكلام الكبير اللي اتكلمه عن مصر، وكمان الكلام العظيم اللي اتكلمه عن النادي الاهلي. والكابتن محمود الخطيب في هذا الحوار قدم رسائل مهمه جدا، رسائل لمجلس الاداره وكمان لمجالس الادارات ان شاء الله اللي جايه بعد كده في النادي الاهلي، رسائل مهمه للاعبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وكل ما يمثل من منظومه النادي الاهلي. الرسائل المهمه اللي قدمها الكابتن محمود الخطيب في الحوار الراقي والمهم اللي ظهرت فيه مبادئ وقيم واخلاق النادي الاهلي، رساله لمجلس الاداره قال لهم النهارده مهما تعرض مجلس اداره النادي الاهلي من ضغوط وحرب وشائعات لازم نرد زي اللعيبه، نرد في الملعب، ده المهم جدا. مجلس اداره ازاي بيرد في الملعب؟ بيرد من خلال الالعاب الجماعيه والصفقات من فريق الكوره والانجازات والبطولات، وكمان من الانشاءات، الثوره الانشائيه ما شاء الله اللي احنا بنشوفها في كل فروع النادي الاهلي. كمان الحديث لا اهتمام كبير كمان بقطاع الناشئين والمدير الفني الاجنبي والطفره الموجوده حاليا دلوقتي في قطاع الناشئين وايضا اكاديميات النادي الاهلي. وكمان قال للاعبي النادي الاهلي الثلاثيه اللي دايما الجمهور بيحتفل بها خلال الفتره دي اصبحت خلاص تاريخ، اصبحت خلاص في دولاب بطولات النادي الاهلي او في متحف النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي بيدور على الجديد. فكان حوار مهم وحوار ثري وحوار غني وحوار وحلقه تاريخيه هنا في قناه النادي الاهلي، بنحيي عليها الاستاذ يعقوب السعدي وايضا الكابتن محمود الخطيب. نروح دلوقتي بقى لاول فقراتنا، اخبار الناشئين في الصحف، أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. هنبتدي معانا أول خطأ، أول خبر، الكابتن محمود الخطيب بيقول العمل بقطاع الناشئين يجرى وفقا لأحدث أساليب التدريب العالمية. بروكيتش يتابع شباب الأهلي أمام إنبي من على السطوح، وإحنا شايفين اللقطة دي وهو على ظهر المبنى الإداري في قطاع الناشئين،
ومعاه الكاميرا الخاصة بتاعته اللي بيصور بيها كمان المباريات علشان يقف على أخطاء اللاعبين واللاعبين في الملعب، عشان دي مهم جدا لتصحيح الأخطاء بعد المباريات. أهلي 2006 يفوز على سموحة بهدف في بطولة الجمهورية. جاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب يوسف السيد في الدقيقة 49 من عمر المباراة. تأجيل موعد انطلاق مسابقات الناشئين والبراعم بالقاهرة. هتنطلق المسابقات إن شاء الله يوم 18 ديسمبر الجاري بدلا من 11 من الشهر ذاته. هنروح للخبر المهم اللي بعد كده، وخبر هيكون معانا بالنسبة لمنتخب الشباب. طبعا كلنا تابعنا، وزي ما احنا شايفين دلوقتي رسميا وزير الرياضة يعلن انسحاب منتخب الشباب من تصفيات أفريقيا. الخبر ده كان منذ ساعات، ياريت تقولي بقى عشان عايز أعلق شوية على الخبر ده، وعايز أقف شوية عند خبر منتخب الشباب. كلنا تابعنا امبارح، من امبارح أو مفيش حديث يعلو فوق صوت منتخب الشباب اللي دلوقتي في تونس. من المفترض عنده بطولة، كانت أول مباراة النهاردة أمام المنتخب الليبي يوم 15 ديسمبر. البطولة دي بيستعد لها منتخب الشباب من ثلاث سنوات، والكابتن ربيع ياسين وكل أعضاء الجهاز الفني والجهاز الإداري بيشتغل عشان اليوم النهاردة، عشان العشر أيام اللي جايين دول. فكان في عمل شاق، كابتن ربيع ياسين لف مصر كلها، كرة ونجوع ومحافظات مصر، علشان يجمع قوام لمنتخب مصر الشباب. المنتخب ده بيكون بعد كده هو النواة الرئيسية مع منتخب مصر الأول وكمان للأندية. شفنا كابتن ربيع واختياراته، وشفنا كمان اللعيبة دي بقت موجودة دلوقتي في الأهلي والزمالك واسماعيلي وإنبي بتلعب في الفريق الأول. إيه اللي حصل وإيه الحكاية والجديد؟ كل حاجة هتعرفها عندنا هنا في برنامج الأشباه. امبارح تم عمل مسحة قبل المباريات، ودي لائحة في الاتحاد الأفريقي دلوقتي، أي مباراة بيتم عمل مسحة علشان تعرف مين اللي موجود في المباراة من اللي خارج بره المباراة. امبارح بعد عمل المسحة تم النتيجة امبارح 14 لاعب من منتخب مصر العينة إيجابية من قوام 28 لاعب. فالنهاردة 14 لاعب، ده عدد كبير جدا، بالإضافة إلى الكابتن ربيع ياسين المدير الفني. طيب لائحة الاتحاد الأفريقي بتقول إيه؟ لائحة الاتحاد الأفريقي بتقول علشان يكون موجود في القائمة زي مباراة النهاردة من منتخب مصر لازم يكون 15 لاعب. النهاردة منتخب مصر أعلن هزيمته أمام منتخب ليبيا، المباراة كانت من المفترض النهاردة الساعة 3 عصرا، أعلن هزيمته النهاردة 3-0 بالانسحاب، علشان منتخب مصر القوام الرئيسي أو القائمة بتاعت المباراة فيها 14 لاعب. فالنهاردة القائمة بتاعت منتخب مصر كانت ناقصة واحد علشان ينضم، عشان كانت المباراة تقام ولاعبي منتخب الشباب يقدروا يلعبوا المباراة النهاردة. طيب القائمة 14، خلاص منتخب مصر هزيمة 3-0 أمام منتخب ليبيا. طب عايزين نرجع لورا شوية نشوف هل كان في استعداد للبطولة دي، استعداد من الإداري للبطولة. شفنا النادي الأهلي في مشواره الأفريقي عشان يحصد البطولة كان في استعدادات وكان في جهد كبير، وكمان الأندية المصرية عشان ما يقتصرش العمل على النادي الأهلي. لكن شفنا النهاردة النادي الأهلي في الوداد المغربي النهاردة علشان يسافر، بنشوف في مدير إداري مفروض بيسافر قبل البعثة علشان يرتب كافة الإجراءات. طيب ما سافرش ليه؟ كابتن عادل محفوظ عمل مسحة قبل السفر لتونس، العينة بتاعته إيجابية ما سافرش. طيب النهاردة اتحاد الكورة هل سفر حد لتونس يشوف إقامة البعثة هناك وترتيبات البعثة، يشوف الأكل، يشوف الشرب، يشوف الفندق، يشوف الملاعب؟ ما حصلش. النهاردة ازاي أسافر أروح أقعد في فندق فيه كل الخمس فرق المشاركة، مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، عدد كبير من اللاعبين. النهاردة لازم أسافر أشوف الإقامة بتاعتي، لو الفندق ده ما يناسبش معايا وما فيهوش إجراءات احترازية أحجز أنا على حسابي، أوفر كافة الإجراءات وكافة الإمكانيات لمنتخب مصر. ده ما حصلش. طيب الحاجة التانية، منتخب مصر معاه طبيب للفرقة. طب النادي الأهلي النهاردة لما سافر مباراة الوداد المغربي، هل النادي الأهلي اكتفى بوجود الطبيب؟ لا، النادي الأهلي أخد معاه الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية علشان يتابع كافة الإجراءات الاحترازية هناك في المغرب. طب منتخب مصر الشباب عمل كده؟ مفيش.
ما فيش رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكورة عشان يروح ويتابع ويشرف على كافة الإجراءات الاحترازية هناك في تونس ويطمن المنتخب، فده ما حصلش. خلي بالكم احنا بنسلسل المواضيع علشان الموضوع ما جاش كده يعني فجأة. إذ فجأة النهاردة اكتشفنا أن 14 لاعب مصاب بفيروس كورونا، لازم في أسباب أنا باخد بيها، لازم يبقى عندي الإقامة بتاعتي، عندي رئيس اللجنة الطبية بتاعي، لازم أحجز، لازم يكون معايا زي ما يكون الشيف بتاعه والطباخ بتاعه عشان كافة الإجراءات دي كلها. النهاردة لما أكون شغال لمدة 3 سنين علشان أعد قوام هذا المنتخب ويجي في الآخر علشان في الخطوات الأخيرة أو في السبق الأخير أقصر وارتاح، ما ينفعش الكلام ده. طيب الحاجة المهمة بقى، مين رئيس البعثة؟ رئيس البعثة مفروض الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكورة، وهو قامة محترمة له منا كل التقدير والاحترام. دكتور جمال محمد علي ما سافرش مع البعثة اللي سافرت من 6 أيام منتخب مصر لتونس. دكتور جمال محمد علي هنا في مصر علشان كان عنده اجتماعات في الاتحاد الأفريقي. طب ده ينفع؟ ما ينفعش. بالمناسبة دكتور جمال محمد علي كان من المفترض أن يسافر النهاردة مع انطلاق أول مباراة هي مباراة ليبيا. خلي بالكوا دي قضية مهمة جدا، ما ينفعش النهاردة تعدي مرور الكرام. إزاي أصرف على منتخب لمدة 3 سنوات كم مبالغ كبيرة النهاردة، أصرف على منتخب عشان يكون هو القوام الرئيسي لمنتخب مصر، إزاي أصرف على منتخب علشان لما يوصل كأس أمم وكان احتمال وصول هذا المنتخب إلى كأس الأمم بنسبة 98% أنه يلعب في موريتانيا في شهر 3، وصول كأس العالم نسبة كبيرة، وكمان منتخب مصر ده بيعد لأولمبياد فرنسا في 2024، فإزاي النهاردة آجي وأنا في الخطوات الأخيرة يبقى فيه كم هذا التقصير من كل المسؤول في اتحاد الكورة؟ هنا من هنا أطالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بفتح باب للتحقيق، ما ينفعش الموضوع يعد كده مرور الكرام. ايضا اتحاد الكره نزل بيان، والنهارده كمان وزاره الشباب والرياضه نزلت بيان. بيان اتحاد الكره بيقول ان النهارده يعني حاولوا ويعني جاهدين قبل المباراه، لكن لائحه الاتحاد الافريقي بتقول ان 14 لاعب فما ينفعش ان اللعيبه تكون موجوده في المباراه زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. فالحكم النهارده صفر بعد 30 دقيقه من انطلاق المباراه بفوز منتخب ليبيا بنتيجه 3-0. ايضا رد النهارده كمان الوزارة ببيان الدكتور أشرف صبحي، وكمان في البيان بتاع الدكتور أشرف صبحي خلاص خطبه وزير الطيران، وزي ما احنا شايفين على الهوا وزير الطيران علشان ينسق عشان إرسال طائرة خاصة للاعبي منتخب الشباب هناك علشان يرجعوا مصر. ده كان بيان اتحاد الكورة، وده كان بيان وزارة الشباب والرياضة، لكن في جديد وفي مستجدات هناك في معسكر منتخب مصر في تونس. عايزين تعرفوا الجديد؟ تعالوا شوفوا الفيديوهات دي حصرية عندنا هنا في برنامج الأشبال من لاعبي منتخب مصر. يا جماعة احنا منتخب مصر احنا قاعدين، احنا كل اللعيبة احنا 14 لعيب سليم تمام، وفي 2 لعيبة ما كملوش القائمة، فياريت مصر تجيبهم ونبقى 16 لعيبة نكمل البطولة. لو سمحتوا عايزين ناس تقف في ظهرنا، احنا مش هينفع 3 سنين من عمرنا تضيع كده، احنا تعبنا 3 سنين لازم نكمل اللي احنا فيه. يا جماعة لو سمحتوا احنا مش هنرجع، احنا بقالنا 3 سنين متجمعين وبنتعب وبنحاول ومش هينفع. عشان ايه؟ كل ده عشان ايه؟ احنا ذنبنا؟ احنا اللي قصدنا يجيلنا كورونا؟ فلو سمحتوا يا جماعة ساعدونا بعد اذنكم، واحنا هنكمل ان شاء الله وناقص 3 ماتشات وان شاء الله هنصعد باذن الله. بعد اذنكم حاولوا تساعدونا، ده جيل كامل مش فرقة 25 لاعب وهيخلص وهينتهوا، ده جيل كامل هيفضل قاعد 3 سنين ويعلم بالناس اللي بتلعب. يا جماعه احنا مش راجعين، احنا تعبنا 3 سنين، 3 سنين كملنا تعبنا، احنا مش راجعين، ابعتوا لنا 2 عشان نكمل عشان نكسب ال3 ماتشات ونصعد ان شاء الله. دي كانت رسائل منتخب مصر، والفيديوهات دي حصريه هنا برنامج الاشبال، زي ما احنا شايفين لاعبي منتخب مصر عربي بدر واحمد عيد ومحمود صابر وابراهيم عادل وعبد الرحمن عشري، دول لاعبي منتخب مصر. طبعا بعد البيان اللي عملته وزاره الشباب والرياضه ونسقوا عشان يعني ارسال طائره خاصه بكره عشان يعني عوده لاعبي منتخب مصر، ده كان راي مختلف. خلي بالكم منتخب مصر لو بيلعب النهارده ناقص قدام منتخب ليبيا ومش بالقوام الرئيسي كان هيفوز. ان احنا الافضل من منتخب ليبيا وتونس والمغرب والجزائر. المنتخب ده على مدار 3 سنين تم اعداد قوي جدا
كمان عشان في لعيبه مميزه وبنشوفهم كمان منورين في الدوري الممتاز. هيكون معانا مداخلات دلوقتي عشان نغطي هذا طيب معانا دلوقتي الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزاره الشباب والرياضه. تحياتي ليك يا دكتور محمد. الو دكتور محمد فوزي. ايوه ازي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم. مع حضرتك كابتن اسامه حسني على قناه الاهلي. كابتن اسامه مساء الخير عليك وعلى كل الساده المشاهدين. بس الصوت عندي مش واضح شويه. طيب يعني كده الصوت اوضح يا دكتور ولا انا كده سامع حضرتك؟ طيب تمام. في البدايه بنرحب بيك على قناه الاهلي وطمنا على بعثه منتخب مصر اللي موجوده في تونس دلوقتي يا دكتور محمد. انا برحب بحضرتك مره ثانيه وكل الساده المشاهدين. يمكن سلامه لاعبينا في المقام الاول هي هدفنا، وده اللي اكد عليه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللي بيتواصل بشكل دائم ومستمر حتى هذه اللحظه مع جميع افراد البعثه هناك، وكمان في تواصل مستمر وقناه اتصال مفتوحه بيننا وبين سفير مصر لدى تونس السفير ايهاب فهمي، واللي بيبذل جهود كبيره بصراحه للاهتمام بالبعثه وكمان الاطمئنان على كافه اللاعبين وتوفير كافه الاحتياجات. كمان دكتور اشرف صبحي تواصل مع وزير الرياضه التونسي واللي بيوجه له الشكر من هنا، وبيؤكد على برضه اهتمامه الكبير بجميع افراد البعثه وبيشكر ايضا السلطات التونسيه. ولكن خليني اكد لك واكد للساده المشاهدين ان في المقام الاول هو الاهتمام بصحه اللاعبين. ده ضروري ومهم جدا 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 يعني. نتمنى لهم الشفاء العاجل، نتمنى لهم السلامه كلهم، وان شاء الله يا رب كده ربنا يعفي الجميع ويشفي الجميع ان شاء الله. اكيد يا دكتور محمد في مجهودات كبيره من وزاره الشباب والرياضه وخاصه الدكتور اشرف صبحي، خاصه بعد اعلان يعني 14 لاعب من منتخب مصر الشباب واعلان اصابتهم بفيروس كورونا. دلوقتي الجديد، هل هيتم رجوع بعثه منتخب مصر بطائره خاصه ولا النهارده اللعيبه في فيديوهات ليهم منتشره ولينا فيديوهات خاصه هنا في برنامج الاشبال على قناه الاهلي ان اللعيبه مصره انها تكمل البطوله خاصه ان ده تعب ثلاث سنين؟ يمكن خلال المشاورات هو كان القرار عوده بطائره ليهم ان شاء الله عشان يرجعوا اللاعبين. وطبعا اكيد كلنا يعني متابعين وعارفين اللوائح بتؤكد ان لازم يكون هناك على الاقل 14 15 لعيب موجودين علشان يقدروا يخوضوا التحدي الافريقي. كمان احنا عايزين ناكد ان احنا بنتابع طبعا جميع اللوائح والقانون الخاصه بالاتحاد الافريقي والمنظمه في هذا الصدد، وايضا اللجنه الطبيه اللي بتؤكد ايضا على سلامه اللاعبين في المقام الاول. دكتور محمد ممكن حضرتك بس تتحرك شويه عشان الشبكه بس تبقى الصوت افضل شويه كده كويس؟ افضل يا دكتور اتفضل. احنا ماتش ليبيا ما لعبناهوش عشان كانت الاصابات كثيره، فبالتالي يعني مش عايزين يعني عايزين برضه ناكد على صحه اللاعبين مره ثانيه، ولكن خلينا نشوف نتيجه المسحه اللي جايه ان شاء الله، ولو العدد خلاص اللي هو تناسب يعني العدد المناسب لخوض المباراه كان متوفر والحمد لله يعني ربنا شفى عدد من اللاعبين نقدر نخوض المباراه، برضه القرار هيرجع للسيد وزير الشباب والرياضه مع كابتن الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الكوميونيتيه اللي بتدير اتحاد الكوره، وكمان التواصل المستمر مع الدكتور جمال محمد علي في تونس اللي مرافق للدعم. يعني كلام حضرتك بالنسبه للمسحه الثانيه دي لو ظهرت سلبيه ممكن لعيب منتخب مصر يستكملوا البطوله هناك، خاصه ان لسه متبقي ثلاث مباريات. هيتم دراسه الموقف يا كابتن اسامه بشكل كامل. طب هل دلوقتي في نيه من الدكتور اشرف صبحي اخيرا يا دكتور محمد فتح باب للتحقيق خاصه نشوف مين من المخطئ والمتسبب في هذه الازمه؟ خليني بس اكد لحضرتك احنا مش عايزين نعتبرها ازمه، ولكن خلينا نقول ان اللعيبه طالعه من مصر الحمد لله سليمه بعد اجراءات المسحات الكامله، وخلينا اكد لك ان هناك نقطه ايجابيه وكبيره جدا، الحمد لله مصر بيقام على ارضها حاليا بطولات كثيره، الحمد لله ما فيش اصابات بالسن، ده بيرجع للدوله المصريه، بيرجع لوزاره الصحه، بيرجع لوزاره الشباب والرياضه اللي هي بتهتم بشكل كبير جدا
لتنظيم الاحداث الرياضيه والحفاظ على ضيوف مصر، ايضا الحفاظ على كافه اللاعبين سواء من داخل مصر او خارج مصر، وده بياكد لنا قدره مصر التنظيميه خلال العام المقبل ان شاء الله على بطوله العالم لكره القدم. ده شيء مهم جدا 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 ونقطه مضيئه لازم نؤكد عليها. لا وخلي بالك ده اللي طلبه الاتحاد المصري كمان من خلال الاتحاد الافريقي، انه ينقلوا البطوله من تونس، ان مصر كانت مستعده لاستقبال البطوله في مصر، ولكن الاتحاد الافريقي رفض والجانب التونسي فضل ان البطوله تقام في تونس. الحمد لله عرفت ان هي مش ازمه. اه شكرا. شكرا دكتور محمد، بنشكرك شكرا جزيلا. ايضا نروح للاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع. دكتور والاستاذ محمد مراد يعني بيغطي الاتحاد المصري لكره القدم. استاذ محمد تحياتي ليك. ارحب بيك يا كابتن اسامه، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير ودايما متالق كالعاده. وحضرتك طيب طبعا متابع القضيه، قضيه منتخب مصر لشباب، بيان من اتحاد الكوره، بيان من الوزاره، السيد الوزير عايز يرسل طائره خاصه لرجوع منتخب مصر، اللعيبه رافضه. الجديد عندك يا استاذ محمد؟ يعني هي طبعا مصر كلها متابعه الازمه طبعا يا كابتن اسامه، والحقيقه ما كناش نتمنى انها توصل للدرجه دي. في تعنت من الاتحاد الافريقي؟ اه طبعا في تعنت من الاتحاد الافريقي. انت عندك اكثر من لاعب مصاب، حوالي 17 لاعب لما المسحه الاولانيه اظهرت او النتيجه اظهرت. الاتحاد الافريقي مشي في طريقه ان انت هيعتبرك كده اهمال طبي، وهيدخلك في ازمه ثانيه ان انت كده اهمال كده اكثر من 17 حاله، لا كده في نوع من الاستهتار. هيتم توقيع عليك عقوبه الانسحاب من المباراه واعتبار النتيجه 3-0، في حين ان يعني نفس الموقف اتكرر مع بعض الانديه، مش عايز اقول يعني اتكرر مع بعض الانديه وتحديدا الانديه المغربيه، وتم تاجيل ماتشات اليوم اكثر من مره. فبالتالي ان انت يعني حاجه زي دي كان عندك اكثر من لاعب مصاب، فبالتالي كان ساعتها كان الاتحاد الافريقي كان عنده اكثر من طريقه ان هو ممكن ياجل الماتش او يرحل الماتش يوم، حتى كان ممكن يبقى فيه حاله او حالتين من اللعيبه اللي مصابين كان ممكن يدخلوا القائمه. انت كان عندك 14 لعيب، كان كنت ممكن تتغاضى عن يعني حاجه اسمها روح القانون او روح اللوائح. ما انت احترامي مش قران خلاص، انت حاجه اجباري ان انت خلاص يبقى 14 لاعب، لا مش لاعب لازم يبقى موجود 15 لاعب. كنت ممكن تتغاضى عن حاجه زي دي والماتش يتلعب النهارده، وتحديدا اللعيبه كانت مستعده وجاهزه للمباراه. لكن كان في يعني نوع من انواع الاهانه بالمنتخب المصري من الامن التونسي او امن الاستاد، رفض دخول اللعيبه للملعب النهارده وهم مساكنين. طب هل هي لائحه يا استاذ محمد الاول؟ يعني النهارده لائحه الاتحاد الافريقي بتنص ولا الموضوع ايه؟ ما النهارده اللائحه بتنص لازم يبقى في 15 لاعب، النهارده اللي ذهب للمباراه 14 لاعب. تمام، انا بقول لحضرتك يعني اللائحه بتقول يا كابتن اسامه 11 زائد 4 احتياطي. انت طبعا دلوقتي موقف استثنائي وموقف صعب وعندك 14 لعيب والمنتخب جاهز واللعيبه كانت موافقه والجهاز الفني موافق ان انت تلعب الماتش، وانت لسه يعني ماتش ضربه البدايه وما تلعبش نهائي مثلا او ماتش مصيري، فكان ممكن يبقى في نوع من روح القانون، كان الماتش يتلعب وكانت الازمه خلصت. لكن هو من الاول خالص الامن الاستاد رفض دخول الجماهير، رفض دخول المنتخب لارض الملعب. يعني نوع من الخوف، مش عايز اقول نوع من الذنب اللي هو احنا 14 لعيب او 15 لعيب، لا نوع من الخوف ان يكون في حالات كورونا ثانيه بين اللعيبه، تحديدا ان كورونا ما بتظهرش من اول يوم يا كابتن اسامه لو حد لا قدر الله مصاب. ده كانت الازمه وكان هنا بدايه الازمه وكان ساعتها. طب استاذ محمد عايز اخدك لنقطه ثانيه قبل ما بتروح بطوله، وبطوله مهمه تستعد ليها لثلاث سنين، منذ ثلاث سنوات لازم يبقى ليها استعداد خاص، ما ينفعش بين يوم وليله ان انا بعمل اجراءاتي. هل النهارده اتحاد الكره المصري اهتم بالاجراءات او بمنتخب مصر الشباب المسافر الى تونس، ولا ما كانش فيه اهتمام؟ بدايه من الدكتور جمال محمد علي اللي تاخر وصوله الى البعثه. ثانيا النهارده ما فيش رئيس لجنه طبيه مع المنتخب، ما فيش النهارده مدير اداري مكان الكابتن عادل محفوظ اللي كانت عينته ايجابيه قبل البطوله عشان يروح يرتب الاقامه والسفر وكل حاجه هناك. هل اتحاد الكره المصري أعد أو خد بالأسباب قبل البطولة ولا لا؟ يعني لو نتكلم عن اتحاد الكورة موفر، كان كل طلبات الكابتن ربيع كانت مجابة، من ضمنهم إن هو الكابتن ربيع كان طلب يسافر مبكرا لتونس عشان اللعيبة تتعود على الأجواء ويبقى في نوع من التركيز قبل الماتش هناك. اتحاد الكورة المعلومة اللي عندي ومعلومة مؤكدة إن هم كانوا متحفظين على سفر الفريق مبكرا، وقالوا إن في هناك كورونا منتشره بصوره كبيره جدا، وسافر قبل البطوله بكام يوم، يومين او ثلاثه زي ما اللوائح بتقولها،
ان انت تقدر تحافظ على اللعيبه، تحديدا يا كابتن اسامه ان انت المنتخبات كلها الخمس منتخبات موجوده في فندق واحد ما فيهم الاتحاد شمال افريقيا المنظم للمباراه، ودي كانت يعني ازمه من اول ما الفريق سافر. لكن وحصلت ازمه يعني تليفونيه بين احد اعضاء من احد مسؤول الاتحاد الكوره وبين الكابتن ربيع تحديدا، انت المسؤول عن سفر الفريق بدري، احنا قلنا من الاول ما تسافرش مبكرا، كنت ممكن تاخر السفر شويه، لكن خلاص اللي يعني طب السفر بس متاخر. النهارده منتخب مصر سافر 6 ايام قبل البطوله، طب محتاجين منتخب مصر يسافر قبل البطوله بكام يوم؟ يعني كانوا يعني هو كان 3 ايام يا كابتن، ان هم 3 ايام قبل البطوله. 3 ايام قبل البطوله كان هم يبقوا هناك، في 3 ايام او 4 ايام يبقوا قبل البطوله هناك. هو كان الضغط الوحيد اللي كان عند اتحاد الكره ان هم كان عندهم معلومه مؤكده ان انتشار كبير لفيروس كورونا في تونس، فكان ان هو نوع يعني تاخير للسفر كان حفاظا على اللعيبه وحفاظا على تحديدا انت لما عملت المسحه بتاعتك هنا في مصر يا كابتن اسامه، كان اللعيبه كلها الحمد لله سلام، ما فيش حد ظهر عينه ايجابيه الا الكابتن عادل محفوظ للاسف اللي طلع عينته ايجابيه وما عرفش يسافر مع المنتخب، وكان بيتابع الحقيقه كل الاجراءات من هنا مع مع مع, مع المنتخب، وتم تكليف احد الاداريين هناك ووليد ماهر المنصب الاعلامي بالمهام الاداريه مؤقتا لحين سفر الكابتن عادل، واللي كان المفروض ان هو يعمل مسحه ثانيه النهارده وهتظهر نتيجتها بكره هيسافر مع المنتخب. طب من وجهه نظرك النهارده منتخب الشباب هيكمل هناك، خاصه ان انا عرفت برضو من معلوماتي ان في بيجهزوا 2 لعيبه هيسافروا تونس عشان يكملوا العدد هناك، برضو بعد النتيجه اللي اتعملت المسحه الاخيره ممكن يظهر لعيبه سلبيه فممكن يستوفي العدد، وممكن منتخب مصر يلعب خاصه المباراه القادمه امام تونس يوم الجمعه القادمه، فمنتخب مصر هل هيرجع بكره ولا ممكن استكمال البطوله يا استاذ محمد من وجهه نظرك؟ دي الخناقه الجديده بقى يا كابتن اسامه دلوقتي. وزاره الرياضه واتحاد الكره المفروض بلغوا الجهاز واللعيبه ان هم بعت لهم طياره ياخدوهم بكره ويرجعوا مصر، اللعيبه بالكامل 14 لعيب السلام، وفي فيديوهات طبعا احنا نشرناها هنا في اليوم السابع حضرتك اكيد شفتها، اللعيبه كلها متحفظه على قرار العوده ومتمسكين بالعوده متمسكين بالاستمرار اسف في تونس وان هم يكملوا البطوله، وقال لك احنا ال 14 لعيب دول عندنا قدره ان احنا نكسب اي حد وان شاء الله نحقق البطوله. زي ما انت قلت يا كابتن اسامه في لاعبين مسافرين وكابتن عادل محفوظ كان معاهم في بين اجراءات السفر، كان فيهم كابتن من لعيب من الجونه ولاعيب من نادي سيراميكا، واللي انا عارفه ان اللعيبه بلغوا يعني طلبوا اللعيبه ذات نفسهم يا كابتن مش الجهاز الفني طلبوا باستكمال اجراءات سفر الاثنين اللعيبه على امل ان هم يعدلوا قرار الوزير وقرار الكابتن عمرو الجنايني، تمام، ان هم يفضلوا مستمرين في تونس ويكملوا البطوله ووعدوا يعني. واحنا كمان من شويه عرضنا فيديوهات خاصه هنا من معسكر منتخب مصر في تونس، يعني بتقول اللعيبه ان احنا عايزين نكمل البطوله ونلعب. اخيرا يا استاذ محمد من وجهه نظرك مين اللي يتحمل مسؤوليه الكارثه دي؟ يعني طبعا اكيد اتحاد الكره ده يعني معلومه مؤكده ان هم هيفتحوا تحقيق في الموضوع ده من اوله لاخره ويشوفوا المخطئ في الموضوع ده، وصاحب قرار السفر مبكرا لتونس اكيد هيتعاقب يعني، واعتقد ان المسؤول الاول والاخير عن المنتخب طبعا كابتن اسامه حضرتك طبعا ادرى مني المدير الفني هو المسؤول الاول والاخير عن اي فريق، سواء بقى الاخفاق بيتحسب له والانجاز بيتحسب له، فاكيد طبعا هيبقى في تحقيق وتحقيق كبير جدا ان انت بتقضي على امال جيلك كابتن اسامه بخطا اداري. انت دلوقتي المنتخب مش هيصعد لو خرجت او رجعت القاهره، خلاص انت مش هتصعد امم افريقيا فبالتالي مش هتشارك في كاس العالم، فهيبقى انت خلاص على امال جيل يعني جيل وجيل كبير وجيل بيدوم بلعيبه كويسه جدا، اكثر من لعيب مميز سواء العربي بدر او اكثر من لعيب نادي الزمالك وبيراميدز وطلع الجيش، يعني نامل المشكله تنتهي، وزي ما الوزير رياضه قال ان يبقى ممكن يبقى في مستجدات جديده، فان شاء الله اتمنى انا عن نفسي اتمنى الفريق يكمل ويشارك، وان شاء الله اللعيبه شايفه عندها زي ما انت حضرتك قلت في الفيديوهات اللي نشرتها ان هم عندهم قدره واستطاعه ان هم يحققوا البطوله ان شاء الله، وحتى مركز ثاني ويتاهلوا لهم افريقيا ان شاء الله. انا اختلف في وجهه نظري معاك ان الكابتن ربيع ياسين هو اللي يتحمل، اتحاد الكوره هو اللي يتحمل، لازم كان ييسر كل الامور، حتى لو كابتن ربيع ياسين طلب انه يسافر قبل المباراه مش بست ايام بس ب10 ايام. استاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع شكرا جزيلا لك. تعالوا نشوف الفيديوهات الحصريه لينا هنا في برنامج الاشبال، لاعبي منتخب مصر عربي بدر واحمد عيد ومحمود صابر وابراهيم عادل وعبد الرحمن عشري ورسائلهم المهمه، وبعدها نروح لفاصل، بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. نوك يا جماعه احنا منتخب مصر احنا قاعدين احنا كل اللعيبه احنا 14 لعيب سليم تمام، وفي 2 لعيبه ما كملوش القايمه، فيا ريت مصر تجيبهم ونبقى 16 لعيبه نكمل البطوله، لو سمحتوا عايزين الناس تقف في ظهرنا
احنا مش هينفع 3 سنين من عمرنا تضيع كده. احنا تعبنا 3 سنين، تعبنا 3 سنين لازم نكمل اللي احنا فيه. يا جماعة لو سمحت احنا مش هنرجع، احنا بقالنا 3 سنين متجمعين وبنتعب وبنحاول ومش هينفع. عشان ايه كل ده؟ عشان ايه؟ احنا ذنبنا؟ احنا اللي قصدنا اللي يجي لنا كورونا؟ فلو سمحت يا جماعة ساعدونا بعد اذنكم، واحنا هنكمل ان شاء الله وناقص 3 ماتشات وان شاء الله هنصعد باذن الله. بعد اذنكم حاولوا تساعدونا، ده جيل كامل مش فرقة 25 لاعب وهيخلص وهينتهوا، ده جيل كامل هيفضل قاعد 3 سنين ويعلم بالناس اللي بتلعب. يا جماعة احنا مش راجعين، احنا تعبنا 3 سنين، 3 سنين كملنا تعبنا، احنا مش راجعين. ابعتوا لنا 2 عشان نكمل، عشان نكسب الثلاث ماتشات ونصعد ان شاء الله. يا جماعه الناس اللي منزله قرار ان احنا ننزل، احنا مش هننزل مصر، احنا عايزين نكمل. احنا 14 لعيب دلوقتي ولسه عاملين مسحه ثانيه، وان شاء الله الناس هتطلع على سلبيه ما عندهاش حاجه، واحنا مش هنرجع مصر. وفي 2 في مصر لازم تجيبوهم لنا عشان نكمل بطوله، لسه ناقص 3 ماتشات وان شاء الله هنرجع بالبطوله. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما احنا شفنا في الجزء الاولاني من الحلقه، غطينا تغطيه كامله لكل الاحداث في تونس، احداث منتخب مصر الشباب. واتمنى من هنا وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي يتم فتح باب للتحقيق بعد انتهاء البطوله. زي ما قلنا اللعيبه مصره انها تستكمل البطوله. متبقي 3 مباريات لمنتخب مصر، منتخب تونس والمغرب والجزائر. اللعيبه دي ونوعيه اللعيبه دي والمواهب اللي عندنا قادره انها تاخد 9 نقاط ويصعدوا رغم المشكله ورغم الحدث اللي حصل. لكن ما ينفعش الموضوع يعدي مرور الكرام، خاصه انت بتصرف على الجيل ده بقالك 3 سنين بتعده انه يكون نواه لمنتخب مصر الاول الفتره القادمه. ده كان بالنسبه لمنتخب مصر الشباب. نروح بقى للنادي الاهلي وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ونروح نشوف اخر النتائج مع جرافيك 2006. 2006 اللي بيقوده الكابتن سيد غريب، ما شاء الله اللي عاملين نتائج مميزه. لعبوا اسبوعين لحد دلوقتي ما شاء الله فازوا في الماتشين. في الاسبوع الثاني كان النادي الاهلي باي، ما لعبش، كان مريح. في الجوله دي الاسماعيلي فاز برباعيه امام سموحه 4-2، وايضا فوز الانتاج الحربي على سموحه 2-1، وفوز كبير للمقاولين العرب على نادي البنك الاهلي 7-1، وفوز بيراميدز على مصر مقصه 2-1، وفوز انبي على المصري 3-2، والتعادل السلبي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك 0-0. نروح بقى للاسبوع الثالث. الاسبوع الثالث اللي شارك فيه النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم فريق 2006 محقق العلامه الكامله من جولتين 6 نقاط. النادي الاهلي فاز على سموحه في مباراه قويه كانت في النادي الاهلي في ملاعب الناشئين 1-0، وفوز البنك الاهلي على وادي دجله 2-1، التعادل الايجابي المصري مع بيراميدز 1-1، وفوز انبي على الزمالك 3-2. انبي من الفرق القويه في بطوله 2006، وفوز مصر المقصة على سيراميكا كليوباترا 2-1. ده كان نتائج 2006. أيضا نروح نشوف مباريات الأسبوع القادم، نشوف استعدادات الناشئين بقى والمباريات القادمة، خاصة إن احنا عندنا مباريات قوية في قطاع الناشئين الأسبوع القادم. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم الأهلي وإنبي هتبقى يوم 17/12/2003، الأهلي والإسماعيلي 2006 هتبقى مباراة من العيار الثقيل 2006 يوم 18/12، الاهلي والانتاج الحربي المباراه دي هتتلعب في ملاعب الانتاج الحربي يوم 19/12، وايضا الاهلي والانتاج الحربي 21/12/2001، والمباراه الاخيره هتكون 2003. هنروح نشوف دلوقتي في مباراه منذ يعني ساعات قليله، مباراه الاهلي وسموحه 2001، وانتهت بفوز الاهلي في الدقائق الأخيرة في الدقيقة 90 وفوز 1-0 على نادي سموحة. نروح نشوف مع بعض هدف اللقاء. شباب يلا غريب 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 سهل يلعبها في اتجاه محمد ياسر، ياسر ياسر يظبط الراجل، عدى هاند بول لمسة يد. عبد النبي يلعبها طويلة، كريم، وادي تصويبه من محمد رضا، اظبط يا راجل. مرتده سريعه في اتجاه مرمى النادي الاهلي لصالح سموحه، جابر جابر ومعاه جلال، يا ولد يا ابن يا ولد يا جلال. كريم احمد سيد عبد النبي، اتلعبت عرضيه، وادي الراسيه، جول 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 جوه جول. هدف قاتل للنادي الاهلي، هدف وقت قاتل، هدف قاتل للنادي الاهلي. الولد ده محمد ياسر، لكن اوعى تنسى صاحب الموال والاسيست، لاعب
احمد سيد عبد النبي اللي لعب عرضيه ما فيش اجمل ولا احلى ولا اروع من كده. هدف من الاهداف الحلوه احرزه اللاعب محمد ياسر. بالمناسبه لا محمد ياسر ده اشترى النادي الاهلي السنه اللي فاتت من شربين وكان موجود في الفرقه دي الكابتن احمد سراج اللي بنديله برضه حقه، والسنه دي موجود معاهم الكابتن ياسر رضوان اللي ما شاء الله عامل شغل هايل مع فريق 2001 ومعاه طبعا الكابتن معتز اينو. ما شاء الله 2001 بيحقق العلامه الكامله ايضا في دوري 2001. عايزين نشوف الهدف مع بعض تاني، يا ريت مخرجنا محمد دكروري يعرض لنا الهدف. هدف من كره عرضيه، التحرك كمان احلى من محمد ياسر. معانا الهدف؟ طيب ماشي، هيعرضوا لنا الهدف دلوقتي. الحلو في الهدف مجرد ان الباك رايت بيعمل العرضيه، فالنهارده التحرك بتاع المهاجم محمد ياسر يعني تحرك واعي من المهاجم، زي ما احنا شايفين الكره هنا راحت للباك رايت ناحيه اليمين، اول ما هو بيحط رجله النهارده في تحرك على العارضه الأولى، وده تحرك مميز جدا، تحرك بيمتاز به المهاجم محمد ياسر. محمد ياسر من الخامات أيضا المباشرة إن شاء الله نشوفه خلال الفترة اللي جاية بيتمرن كمان مع الفريق الأول. أيضا كان في لقاء مهم الأسبوع اللي فات أيضا مباراة الأهلي والجونة أيضا مع 2001 وانتهت بفوز الأهلي بهدفين، سجل أهداف الأهلي اللاعب علي عمرو وعمر رزق. نروح نشوف مع بعض أهداف اللقاء. زي ما احنا شفنا دلوقتي لقاء الاهلي والجونه مواليد 2001، ويا ريت عايز ارجع للقطه مهمه، يا ريت مخرجنا محمد دكروري يجيب لي شكل الملعب بتاع ملعب اربعه في ملاعب الناشئين في مدينه نصر، الملعب واستعداد السنه دي كمان يعني القطاع شكل الملعب صراحه حاجه مفرحه جدا. خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله هننقل لحضراتكم مباراه الاهلي على الهواء مباشره هنا وهيكون في استوديو تحرير، لكن شكل يا ريت تعرض لنا شكل الملعب يا دكروري. شايفين شكل الملعب بالاعلانات اللي حواليه، ملعب فعلا حاجه محترمه، حاجه تليق بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي بالمجهودات الكبيره سواء من الكابتن خالد بيبو او من كل العاملين وكل الاداريين في قطاع كره القدم في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، حاجه محترمه تستحق الاحترام. بنبارك ايضا لفريق كمان 2001 على العلامه الكامله في دوري الجمهوريه. ايضا نروح لقاءات بعد المباراه، لقاءات مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني.
احنا هدفنا اللي انت عارف اللي بنلعب على البطوله دايما، والنادي الاهلي دايما بيبقى قدامه هدف واحد هو البطوله. الحمد لله النهارده تاني ماتش كسبنا المحله الاسبوع اللي فات، والنهارده كسبنا الجونه، فريق محترم عندهم لعيبه كويسه، بتمنى ان احنا يعني نفضل ماشيين على نفس المسيره، واحنا شغالين مع الولاد كويس، وكابتن ياسر دايما بنتكلم معاهم، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نعمل حاجه يعني للنادي الاهلي ونقدر نحرز البطوله. بالنسبه للناس العديد طبعا انت عارف الكابتن ربيع في منتخب الشباب عنده البطوله، فواخد من عندنا 5 لعيبه، فدي مهمه قوميه زي ما بيقولوا ووطنيه، فما نقدرش نتكلم، لكن اكيد هم لعيبه يعني مؤثرين ولعيبه من الركائز الاساسيه عندنا، وبنتمنى لهم طبعا التوفيق في المنتخب، ولما يرجعوا ان شاء الله اكيد هيزودونا واكيد هيدونا دفعه، وبيبقى برضو حاجه كويسه وثقه مع الولاد طبعا زمايلهم، فان شاء الله ربنا يكرمهم ويرجعوا بالسلامه، ويبقى ساعتها الصفوف مكتمله ان شاء الله. طبعا اللي يعني الولاد طلعوا وعارف زي ما بيقولوا ايه، خدوا الخضه خلاص يعني، فاهم انت لما بتبقى لعيب صغير وبتطلع تتمرن مع الفريق الاول مع النجوم، بتشوف الناس دي كلها، انت بتتمنى اللي انت في يوم من الايام تبقى زي الناس دي، فلما بتتمرن معاهم على طول مره واثنين وثلاثه، فاعتقد اللي هم يعني الخضه دي بتروح، فحاجه كويسه. واحنا اتكلمنا معاهم اللي طلعوا بعد ما نزلوا، اللي دي حاجه كويسه، وادي الموضوع مش بعيد، اديك اهو بتطلع، وفرصه كويسه للمدرب اللي موجود دلوقتي والاداره الموجوده في ناشئين بتطلع. كان الاول كان بيبقى انت عارف الامور صعبه شويه، لكن دي حاجه كويسه يعني، حظهم كويس اللي بيطلعوا وبيتشافوا، فاعتقد اللي ربنا يكرمهم. اهم حاجه وانا اتكلمت معاهم اللي بيطلع يمسك فيها، كل واحد عارف دوره ايه، ما ينفعش انا اجي اخد دور فاروق وفاروق يجي ياخد دوري، لا احنا قايلين وانا منبه على السبوره في المواقف السافته وانا بتكلم مع الاولاد في المحاضره، مين رقم 1، مين رقم 2، مين رقم 3، مين رقم 4، انا حاطط في الورق 4. فلما احمد خد الكوره هي حاجه كويسه منه، هو اللي جايب ضربه الجزاء وهو اللي عمل فيها يعني حيا اللعبه، وهو اللي عمل فيها مجهود وخد ركله الجزاء، فبيبقى عايز هو اللي ينفذها. لكن زي ما انت بتقول، لا النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي ونظام النادي الاهلي، لا اللي معروف مين 1 مين 2، كلام المدرب هو اللي بيمشي في الاول وفي الاخر، ودي حاجه يعني الف ب زي ما بيقولوا. فانا ناديت له من على الخط وقلت له ما فيش اي مشكله خالص، واللاعب تقبل، واحمد اشرف هو رقم 1 عندنا، واحرز المباراه اللي فاتت برضو مباراه المحل احرز ضربه جزاء، فهو رقم 1 عندنا، فهو اللي سدد يعني. الحمد لله طبعا الاداء ما كانش اللي هو، بس احنا الحمد لله يعني قدرنا نجيب المكسب النهارده، والحمد لله يعني الفوز ده احنا بنتمرن عليها كل يوم، يعني احنا من 4 شهور من ساعه ما بدانا فتره الاعداد واحنا بنتمرن على كده. الكوره مثلا من ناحيه الشمال، فانا لازم اقطع البعيد عشان لما تعمل عرضيه مثلا او على الارض اكمل اجيب جول بس، وده اللي حصل النهارده الحمد لله. والله الحمد لله طبعا النادي الاهلي يعني مش غريب عليه اي 11 في الملعب، اكيد يعني هنجيب المكسب من اي حته على ارضنا بره ارضنا، وده اللي حصل في الماتش المحلي هناك، الملعب ما كانش كويس وقدرنا نجيب الفوز الحمد لله. كابتن ياسر والله وكابتن معتز ومستر مايكل وكابتن خالد، الجهاز كله بيتكلم معانا كويس واقف في ظهره عامه يعني. دي كانت لقاءات مع لاعبي الاهلي والجهاز الفني، ايضا نروح للقاءات لاعبي الجونه والجهاز الفني، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكابتن شريف عبد الفضيل. والله الحمد لله على النتيجة، يعني نعم هي مش مرضية لينا أصلا يعني، بس احنا بنشتغل كويس وبنجتهد مع أنا وكابتن محمود والقطاع عموما يعني، وكابتن محمد وكابتن محمود نظمي، بنشتغل بشكل كويس وحاطين تارجت ان احنا نعمل حاجة كويسة السنة دي، ماشيين كويس مع فرقتهم، فبنحاول ان احنا نعمل يعني نعمل اللي هو زي نظام بوكتيل من اللعيبة الكويسة، نعمل بوم تيم كويس نقدر نحقق بيه حاجة كويسة السنة دي، عكس اي سنه تانية مثلا احنا كنا بنحاول نبقى نظهر بشكل كويس، نكون موجودين بشكل كويس في الاول، لكن دلوقتي لا احنا عندنا هدف ان احنا نبقى كويسين، فعشان كده بناخد معظم اللعيبه من الاعمار حتى لو كانت صغيره عننا، بس هي افضل ناس تقدر تادي بنفس القوه ونفس الروح ونفس الاداء، بنصعدها ونلعبها معانا، ما عندناش اي مشكله في الكلام ده كله يعني. احنا حاولنا بس ما كانش في نصيب، الحمد لله برضو باللعب النادي الاهلي الحمد لله على كل شيء. هو قال لنا انزل العب عادي، اعمل اللي انت عايزه، فاهم اللي هو العب براحتك، كده كده انت بتلعب النادي الاهلي وكل الناس بتتفرج عليك، مفيش اي مشاكل اللي انت عايزه اعمله كده. فاحنا الحمد لله لعبنا بس مفيش نصيب في المكسب الحمد لله. لو كنا بنتكلم لو حد خايف عادي يعني، الماتش عادي مفيش مشكله، انت بتلعب النادي الاهلي هو ماتش يعني ممكن يخوف شويه، بس المفروض ان انت تفك نفسك وتلعب براحتك. الحمد لله قدرنا نوصل وكان لينا كذا كوره بس مفيش نصيب في المكسب الحمد لله. كناش موفقين النهارده
دي كورة يعني، يوم ليك ويوم عليك. اتكلم معانا طبعا انه ما فيش وقت، هو الدوري مش طويل، الدوري هم 9 ماتشات بياخدوا اول 3 بيتأهلوا، فعايزين نتأهل منهم عشان نتفادى بقى حتة الهبوط دي بعد كده. طبعا نزل لنا عناصر من الدرجة الاولى ومن 99 من الفرق الاكبر عشان تدعمنا، بس طبعا ما كانش في انسجام عشان ما لحقوش يتمرنوا مع بعض والكلام ده. فالحمد لله يعني النادي الاهلي كله، اللعيبه كلها اصحابنا وحبايبنا يعني، وعادي يعني زي اي ماتش يعني جايين نلعب. النادي الاهلي طبعا نادي كبير، بس الملعب ما فيهوش كبير وصغير يعني، كله كله بينافس على الثلاث نقط. اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفي زي ما احنا شفنا في التقرير ما شاء الله كان مدافع من المدافعين الاقوياء، كان كمان يعني بيمتاز بالتهديف، يعني نادرا لما تلاقي مدافع وكمان هدافه كان ممتاز بالتصويب، رجليه تقيله. شفنا كمان في التقرير هدف من اهدافه الحلوه في مباراه الزمالك، دلوقتي بقى مدرب كمان، ونتمنى له ان شاء الله التوفيق. ضيف النهارده الكابتن شريف عبد الفضيل، رحب بيك يا كابتن شريف. سعيد بوجودي معاك يا كابتن اسامه، ومتشكر قوي على المقدمه الجميله دي ورجعت لنا الذكريات بتاعت زمان. ما شاء الله كنت في التقرير يعني شريف فضيل كان بيلعب مدافع مساك وكان بيلعب كمان باك رايت، بيجيب في المركزين، لكن شفنا في التقرير ما شاء الله اهداف كتيره. الحمد لله. يمكن انت عارف انا كنت بلعب باك رايت وساعات باك ليفت وليبرو وسيرد باك، ويمكن الحمد لله انت يعني احنا لحقنا بعض شويه، لعبنا مع بعض برضو كام سنه في النادي. كانت ايام جميله، ويمكن التقرير انا بشكر الناس طبعا اللي قدمت التقرير دوت كلهم. رجعنا لورا شويه ايام البطولات وايام الحاجات الحلوه بتاعتنا يعني. التقرير كمان محمود شوقي، عبد الحكيم ابو علم، علي توحيد، يسرى، ده كل يعني كل فريق العمل. قول لي بقى، وانت النهارده شريف فضيل كان بيلعب مساك كان بيلعب باك رايت، انت دلوقتي خلاص بقيت مدير فني، الرؤيه اختلفت، فدلوقتي في اختيارات شريف عبد الفضيل او عينيه دلوقتي بقى بيوظف اللعيب كمان في الملعب في كذا مركز عشان يبقى عنده حل من الحلول، ولا الوضع يعني عندك دلوقتي انت خاصه دلوقتي ده يعني مدير فني دلوقتي 2005 في النادي الاهلي؟ ده حقيقي. يمكن السنه اللي فاتت انا كده بقى لي 3 سنين في القطاع الناشئين في النادي الاهلي، اشتغلت سنتين مدرب، والسنه دي الحمد لله بقيت مدير فني لفرقه 2005. يمكن بعض العناصر حته برضو ان انت تكتشف اللعيبه في اماكن جديده من غير مراكزها اللي متعودين عليها، ممكن لعيبه تبص عليها تلاقيها بتجيد اكتر في مكان انت بتختاره، لعيبه عندها امكانيات عاليه جدا، زي مثلا انت لقيت لعيب بيلعب باك ليفت فتيجي توظفه في الهاف ديفندر تلاقيه مختلف خالص، فايس. او جناح تدي جناح او راس حربه او كان سيرد باك او كان فيرو ترجعه راس حربه او العكس. كل دي عمليه دايما في المراحل بتاعه الناشئين ده انت اللي بتقدر تبني او بتحدد شخصيه اللعيب وامكانياته، بتبتدي كل سنه على فكره بيختلف مستواه وبيتطور، في لعيبه بتتطور ل 100% وفي لعيبه بتستجيب اكتر من 100% كمان. فتقدر انت تتعامل مع توظيف اللعيب على حسب امكانياته يعني، دي متوقفه على العين اللي بتشوف. حقيقي انا اسامه السنه دي بالذات في ولد عندي اسمه محمد عبد الله في 2005 لعيب كويس جدا، بيفكرك بدي سيلفا بالظبط، ما شاء الله نفس الرجل دي. ده انا لقيته متوظف باك ليفت. وفي بدايه السنه لما كنا عايزين نصفي طبعا لقيته مستبعد وما بيلعبش، لان الباك ليفت اللي بيلعب لعيب كويس جدا، يمكن لعيبه كويسه اللي هو محمد فوزي وكان في مارادونا كان بيلعب باك ليفت، فاللعيبه دي لعيبه كويسه وموجودين، ومحمد عبد الله ده كان معاهم ثالث. فكان من الناس اللي مرشحه انها تمشي، فجبت الولد بدات اشوفه مره واثنين وثلاثه في بدايه السنه. لقيته رجليه ممتازه. طب قلت ليه الولد ده ما جربوش في مكان ثاني؟ دخلته في قلب الملعب بقيت لاعبه تحت راس الحربه. كويس. من اميز اللعيبه عندي في الفريق دلوقتي. يعني انت وظفته في مكان ثاني خالص وتم اكتشافه فيه. الولد بقى لعيب هايل جدا بالنسبه لي ومن الناس الاساسيه كمان. كويس. طب طمنا عن فريق 2005 السنه دي، انت مدير فني 2005، قبل ما تقول لنا اللعيبه والمواهب اللي عندك، السنة اللي فاتت كنت مساعد، السنة دي مدير فني، ده حقيقي. ايه بقى الاختلاف ما بين المساعد ومدير الفني؟ لا يمكن انت سألتني سؤال من شوية الأصعب باللعيب ولا المدرب، قلت لك لا اللعيب أسهل. اللعب أسهل. طبعا بكتير. يمكن انت عاصرت ان انت اشتغلت فترة مدرب في التدريب. لا التدريب صعب جدا. اولا انت المسؤول الاول والاخير عن الفريق كامل. فريق بجهاز طبي بإداريين بعمال، كل ده مسؤوليتك انت. اي خطأ بيحصل في المنظومة دي كلها انت الاول والاخير المسؤول. طيب تيجي انت اي نتيجة عن الفريق نفسه انت المسؤول. اولا انت المسؤول عن الاحمال التدريبية اللعيبة، وانت المسؤول بتعد فريق كامل من اول السيزون لاخر السيزون، وانت اللي هتسأل عن كل النتائج. بس النادي الاهلي موفر لك جهاز برضه مساعد كامل. لا ما انا بقول لك النادي الاهلي الحمد لله كل الاجهزه اللي موجوده في قطاع الناشئين في البدايه، بس عشان ما انساش طبعا انا بشكر كابتن خالد بيبو على يعني
في البدايه بشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي واللجنه الفنيه ان هم رشحوا واحد زي كابتن خالد بيبو بصراحه، لان هو من الناس المخلصه في العمل بشكل قوي جدا. وبنشكر طبعا في البدايه كابتن فتح مبروك والناس اللي اشتغلت قبل كده في القطاع كلهم، كل الشكر والتقدير ليهم على المهمه اللي هم ادوها بنجاح الحمد لله. واحنا كلنا بنسلم بعض اسامه زي ما انت عارف طبعا، ده نادي الحمد الأهلي. لله واللي ده اللي متربيين عليه جوه جدران النادي الاهلي، كلنا بنسلم بعض وبنحترم بعض. كابتن خالد استلم المهمه، من ساعة ما استلم بأمانة عامل شغل جميل جدا ومحترم، وكلنا بنشهد له بده. في نقلة السنة دي إن شاء الله لقطاع ناشئين موجودة، فيها عملية تصفية تمت عشان يتم لعيبة تفيد الفريق الأول في النهاية، لأن احنا كلنا كان عندنا كثافة وزخم غير طبيعي في قطاع ناشئين وسامة بلا فائدة. كنا عايزين ندعم القطاع، دايما القطاع موجود ليه؟ عشان يدعم الفريق الأول. انت دلوقتي لما عملت التصفية دي قدرت تستنقي افضل العناصر عشان تقدر تدعم فيها الفريق الاول. انت طبعا فريق 2005 ما تمش دمجه، انت محتفظ بالقوام بتاع السنه اللي فاتت، ده حقيقي. عكس الفرق الثانيه 99 مع ال2000 وال2001 مع 2002 والثلاثه مع الاربعه، ده حقيقي. يمكن انا الفرقه الوحيده اللي انا خدتها زي ما هي، لان الفرقه كلها دمجت، حصلت عمليه الدمج دي كلها. ودي كانت مهمه كبيره جدا بالنسبه للكابتن خالد وطبعا والاجهزه اللي موجوده كلها في القطاع الجديده كلها. يمكن بعض العناصر الجديده كابتن ياسر رضوان وكابتن محمد شرف وكابتن سيد غريب، وفي احمد صديق موجود معانا، ومعتز اينو، كل الناس دي موجوده في القطاع كله، يعني شغالين بشكل كويس. وان شاء الله نعمل موسم ان شاء الله يليق بالنادي الاهلي خلاص ويليق بقطاع الناشئين. ده لازم اسامه في الاساس الاول، يعني يمكن كابتن خطيب لما قعد معانا في بدايه الموسم اول اجتماع معانا قال لنا احنا كل ده عشان خدمه الفريق الاول. تمام، نطلع نشء محترم، اذا ما كانش الفريق الاول هيستفيد منه نقدر نستفيد من الاولاد دول، نطلعهم اعارات، نطلعهم بيع، النادي يستفيد فيهم في المستقبل زي ما حصل دلوقتي اسامه. ودي حاجه تحسب لمجلس الاداره، ان ارجع دلوقتي عندك ناصر ماهر بيرجع طبعا تاني، وبيكهام رجع طبعا، وهو دايما انت لما بتشتغل بتشتغل في الريال. عايز اسالك طبعا برضو واتكلم معاك باستفاضه عن المواهب الموجوده في 2005، لكن هروح لفاصل وبعد الفاصل استكمل كلامي مع ضيف الكابتن شريف عبد الفضيل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شريف، كنا بنتكلم عن المواهب الموجوده في 2005، خاصه انت السنه دي يعني مش عارف هل انت سعيد ولا لا ان البطوله هتبقى منطقه وبعد كده قطاعات، يعني البطوله مش جمهوريه، لكن الاستعداد اكيد هيكون استعداد قوي برضو، الاعداد للفريق اعداد قوي. طمنا بشكل عام عن المواهب الموجوده في فريق 2005. لا انا كان نفسي طبعا 2005 يبقوا جمهوريه، لان هم عندهم كاس عالم وعندهم اولمبياد، طبيعي كان اتحاد الكوره لازم يبقى لهم دوري. بس طبعا هو خلاص ممكن عشان موضوع كورونا عشان الفرق كلها ما تبقاش ليها جمهوريه، لان كله ليه جمهوريه. يمكن الحمد لله، يمكن انا مبسوط برضو لان هتبقى منافسه قويه جدا، انت هتلعب المنطقه ومن المنطقه هتلعب على القطاعات. هتاخد فرق قويه جدا هتلعبها اول وثاني واحتمال ثالث من كل مجموعه، منطقه القاهره ومنطقه الجيزه، وهنصفي. هتبقى منافسه قويه جدا، انا شايفه باحتكاك قوي جدا. ممكن الحمد لله يمكن الفرقه عندي مميزه ان شاء الله، يمكن اوعد الناس كلها ان هيبقى في دعم قوي ان شاء الله للفريق الاول باذن الله خلال سنه او اثنين بالكثير، عنصر او اثنين او ثلاثه ويمكن اكتر من الفريق عندي هيطلعوا فوق ان شاء الله. يمكن عندي من اللعيبه المميزه عندي يوسف عفيفي كابتن الفرقه، لعيب مميز جدا. فارس لعيب مميز جدا. سيف الطيب سترايكر، لعيب متحرك وهايل وهداف، واحمد فكري ويحيى، وفي احمد عزت جناح، في سيف ايمن جناح، في محمد محمود وسامح، كل دول بيلعبوا على الاطراف، لعيبه على اعلى مستوى. انا بكلمك في اتنين شول واتنين برجليهم اليمين وبيلعبهم على عكس، تخمه من المواهب عندي الحمد لله. يمكن كل مكان عندي البديل بتاعه نفس الكفاءه. يمكن انا دايما بقول لهم يا اولاد انا ما عنديش البديل، انا ما عنديش حاجه اسمها بديل، انتوا كلكم بالنسبه لي اساسيين. والحمد لله دايما هم مفيش حاجه اعمل تكتيك لمجموعه ومجموعه، لا كلهم لازم يتنفذ لهم التكتيك واحد. كويس الحمد لله. يعني كان في كمان في قلب الملعب عندك يوسف عبد الحفيظ، وعندك يحيى، وعندك وحيد، احمد وحيد، وفي المناسبه طبعا بنقول له البقاء لله في والده، توفى الاسبوع اللي فات احمد وحيد، وننعيه ونقول له البقاء لله وحيد، وربنا يجعلها اخر الاحزان، لان هو فعلا يعني ولد معانا، ونتمنى له ان شاء الله ان هو يعدي المرحله دي على خير، ان هو متأثر. واحنا بنعزي طبعا احمد وحيد يعني. وفي حازم طبعا حارس المرمى، ومحمد مختار، وعندنا الاثنين
الناس اللي بتلعب في ظهر الملعب معتز وبستانجي ومريكا. ما تتخضش من اسم بستانجي ده. لا خباك هو سيرد باك. هو سيرد باك يعني كل الاسماء اللي انت بتقولها دي انا اتذكر منها لعيبه يعني كويسه. ايوه اسامه سيف الطيب، سيف ايمن، يوسف عفيفي، بستانجي، فارس، يعني خلاص حفظت حفظت فرقه 2005. محمد عبد الله طبعا لعيب كويس جدا. وعندك فوزي باك شمال، يوسف جمال باك يمين، لعيب على اعلى مستوى. وعمر خالد شافك في لقطات بتنزل معاهم التمرين. لا انا على طول بقى بحافظ على الفورمه بتاعتك. انا بنزل وبضرب بس للاسف حصل لي حادثه من كام يوم، ضربوني ولاد لذينة في التمرين. لا انا بتعامل معاهم كاخ اكبر عمري، ما بحبش اعمل فارق بيني وبينهم خالص. الحمد لله في صله بينهم. كنت بص عندي على الانستجرام هتلاقيني عامل ستوري النهارده ليهم كلهم. الفرقه اللي بتكسب لازم ليهم ستوري معايا دايما على طول. ويمكن دي دايما الروح اللي بيننا، احنا كلنا اخوات يعني. الاعداد النفسي مهم. انا يعني وانت بتتكلم كده خدت كلمه منك، كنت بتقول ما عنديش لاعب اساسي ولاعب احتياطي، انا كل اللعيبه عندي اساسيه، حتى بحتار احط مين واشيل مين يعني. ده حقيقي. فدي حاجه مهمه. هل الاعداد النفسي في السن ده انك تعامل الولاد باسلوب كويس يحبوا كابتن شريف عبد الفضيل، ده بيفرق في السن ده؟ اكيد طبعا، لان انا كنت احنا لعيب كوره زي انت عارف يعني لعيب كوره. وبيبقى نفسه المدرب لما بيضحك معاه وبيتكلم معاه دي بتفرق معايا كتير جدا. ده احنا كنا كبار وبنقول كده، ما بالك انت الاولاد الصغيرين. فالحاجات الصغيره دي هتفرق، بعامل نفسي كتير جدا مع الاولاد. كنت بالمناسبه كمان احنا عملنا معسكر في الاسماعيليه. ما فيش حد في قطاعات ناشئين بيعمل الكلام ده غير النادي الاهلي طبعا، بنشكر مجلس اداره على الكلام ده كله. فهمنا الاولاد يعني ايه معسكر. معسكر ده مش انت مش رايح تفسح، انت بتعد نفسك تبقى لعيب محترف ازاي. ازاي بتاكل، ازاي بتشرب، بتعمل لهم محاضرات دايما، محاضرات طبيه، محاضرات فنيه. المدرب الاجنبي معانا مايكل عامل شغل على اعلى مستوى، محاضرات دايما بروكتش. مايكل بروكتش دايما في محاضرات فيديو اسبوعيه شغاله دايما بيدي الولاد اكنك بتعامل مع فريق درجه اولى بالظبط. ممتاز. بتعرض له الفيديو اخطائه ايه في المباراه وحتى المباريات الوديه، والراجل دايما مجهز لنا الكاميرات وعدلنا في اعلى مكان في النادي بيصور كل الفيديو التمارين وكل الماتشات. فالحمد لله يمكن الاولاد على اعلى مستوى. ان شاء الله نوعد الناس ان احنا هندعمهم ان شاء الله في حاجه كويسه للفريق الاول قريب باذن الله. وانت بتتكلم عن معسكر الاسماعيليه، كنا معاكم وغطينا المعسكر ده هنا في قناه الاهلي. عايز اسالك بقى عن فتره مهمه انت عشتها قبل خوض التدريبات او تكون مدير فني، لفتره المعايشه في هولندا. عايز اتكلم معاك فيها، لكن نروح لفاصل وبعد الفاصل استكمل الحوار مع ضيفي كابتن شريف عبد الفضيل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شريف، وانا بكلمك يعني عن بداياتك وانت بتشتغل في مجال التدريب، كابتن شريف عبد الفضيل يعني اهتم بالمعايشه الخارجيه، كان ليك معايشه مهمه في هولندا مع احد الانديه هناك في هولندا لاكتساب الخبرات، عايزين نتكلم عنها برضو باستفاضه. يمكن انا اول ما خلاص قررت ان انا ابطل كوره، فانا انت عارف الكوره احنا بنعشقها وبنحبها يعني. فكان قدامي حاجتين، يا اشتغل في التحليل والبرامج الرياضيه ده كده كده موجود مش هروح، انما التدريب ده اللي لازم يجي. هيجي بايه بقى؟ لازم تطور نفسك، ما لازم تتعلم، مش اعتمد على ان انا لعيب خبره ولعيب دولي ولعيب لعبت في اكبر نادي في مصر النادي الاهلي ولعبت شويه في الاسماعيلي فاخد خبراتي اللي اكتسبتها قبل كده، لا. لازم اشتغل على نفسي واتعلم. فاول ما بدات اخش في مجال التدريب قلت لا خلاص، كان في قدامي يمكن انا فتره اسامه لما انت كنت في المانيا وفي بايرن ميونخ، لما عملت انت معايشه قبل كده. أيوة. مع بايرن ميونخ. انا كلمتك على طول لو تفتكر، قلت لك انا عايز اروح اعمل معايشه في بايرن ميونخ. انا بعدها على طول يمكن تواصلت مع ناس هناك ورحت على اياكس الهولندي. لان هي اول مدرسه او اعلى مدرسه في قطاعات الناشئين على مستوى العالم هي اياكس الهولندي. المدرسه الهولنديه معروفه اياكس بالذات يعني. فالحمد لله يمكن انا اتجهت على طول، يمكن انا هنا كان ده السكند تيم كان بيلعب مباراه على طول، يمكن الصور دي وكنت انا موجود بتابع. وكان الملعب المجاور الناحيه الثانيه ده القطاع كله بقى الكامل بتاع الملاعب الصغيره بتاعه الاشبال والبراعم زينا بالظبط. استفدت من ناس استفاده كبيره. اهي بص الصور دي يمكن ده جوه النادي، دي وادي الاشبال الصغيرين اللي هناك كانوا في دول اولاد اياكس والهولندي، وانا هناك الصور دي كلها وانا موجود. كانت في مباراه موجوده، ده السكند تيم بتاع اياكس كان بيلعب المباراه دي على الملعب اللي ورا ده على طول، وده ملعب اياكس هو اللي في الوش على طول الناحيه الثانيه دي. فالحمد لله يمكن انا قعدت لي حوالي 15 يوم هناك، دايما مستمر هناك، كنت بعيش معاهم اليوم من اوله لاخره، دايما اخد اليوم من اوله لاخره كويس، اعيش الاجواء، اعيش ازاي بياكلوا بيتمرنوا ازاي بيتصرفوا ازاي التعامل طريقه التعامل. طبعا في اختلاف كبير، يمكن الحمد لله يمكن النادي الاهلي دايما سباق غير اي حد.
بدليل موجود مستر مايكل مدير فني اجنبي معانا. دي البدايه الحقيقيه، ازاي عايز تنجح فلازم تطور من نفسك. يمكن النادي الاهلي اول ما جاب الراجل قال النادي الاهلي هنا فيه امكانيات اكبر من اوروبا. والله العظيم يا راجل قاعد منبهر بالامكانيات الموجوده البشريه. استفدتوا فعلا من مدير فني الاجنبي؟ ده يعني حقيقي، ده في محاضرات واحنا بنعرضها بيبقى في محاضرات مع المدربين كمان غير اللاعبين. المدربين احنا لينا محاضرات خاصه، كل المدربين لازم اجتماع اسبوعي، محاضرتين اسبوعي للمدربين بس. كويس. المدربين براعم، مدربين الناشئين لوحده، مدربين البراعم احنا القطاع وهم البراعم الصغيرين لوحدهم واحنا لوحدنا. وبعد كده بياخد اللاعبين مع المدرب، كل فرقه مع المدرب بتاعها، كل فرقه مع المدرب بتاعها بجهاز كامل. وبعد كده في محاضرات طبيه كويس لوحدها، وفي محاضرات تحكيميه لوحدها. فالحمد لله السيستم على اعلى مستوى. يمكن انا ده اللي انا عشته هناك، الحمد لله كله موجود. لما كنت في اياكس كل ده الحمد لله الشغل ده عاملينه، وان شاء الله اول بس موضوع كورونا ده يهدى شويه هيبقى في واحده تانية ان شاء الله قريب ان شاء الله. بتتابع المصارعه الحره دلوقتي ولا اخبار المصارعه الحره؟ لا ده الاصعب. المصارعه الحره دي مش يا فاضل، بص قول لي دكروري. قول لي دكروري دلوقتي في حاجه اسمها الام ام اي. الام ام اي ده بقى ستريت فايت، قتال الشوارع. حاجه افظع. طب ما اتعرف بقى الساده المشاهدين بس اقول لك حاجه، المصارعه الحره دي ايه؟ ما انا عايز بس افهم الاولاد حاجه عشان بس ما يخافوش مني، عشان اللعيبه بتاع شريف فاضل تعرف. ما تخافوش مني يا اولاد، الدنيا امان. كابتن شريف فاضل واحنا بنلعب واحنا في المعسكرات يعني بيعشق المصارعه الحره، حافظ كل لعيبه العالم في المصارعه الحره، كان بيجي يتفرج على المصارعه الحره ويطبق الكلام ده عملي علينا احنا في المعسكر على سرير. انا كان في بس موقفين انا عمري ما انساهم من البركات. كنا بنلعب المولين في اخر مباراه في الدوري، فيمكن في المباراه دي هو جاب جون وانا جبت جون، فاول ما جاب جون رحت جاي اعمل له حركه في الملعب، سوبليكس سوبليكس رايح نازل بيه. ده كروري هيحب قوي الموضوع ده. كانت المصارعه الحره مقصره على الكابتن شريف. اخيرا عايز اعرف رايك في القضيه المثاره دلوقتي بتاعت لعيبه منتخب الشباب في تونس. تابعت اكيد الاخبار من امبارح، 14 لاعب مصاب. الوزاره فكرت تبعت طياره خاصه ترجع اللعيبه، اللعيبه عندها اصرار عايزه تفضل هناك. شايف الموضوع ازاي؟ شايف الاهمال فين؟ شايف المتسبب في الموضوع مين؟ لا الاهمال، ما ده اهمال، انت بتضيع جيل كامل مستقبله بيضيع. كابتن ربيع ياسين انا شايفه قبل ما بيسافر عمال يطلع في كل قناه، يا جماعه خليكم معانا، يا جماعه احنا اهتموا بينا، يا جماعه راعونا. لما توصل ان هم يسافروا من غير رئيس بعثه ده كارثه طبعا، مش طبيعي. يعني ما ينفعش، اصل انا عمري ما شفت كده في التاريخ يعني. وبعدين يصاب بس 14 لعيب، مش معنى منتخب مصر 14 لعيب ازاي؟ مش طبيعي. طب ما انت طالع من هنا سليم، لان انت بيتم عليك اجراءات احترازيه من هنا وفي المطار، ويمكن انت سافرت يبقى حصل لك العدوى هناك. يبقى في حاجه مش مظبوطه. ومين اللي المفروض يسافر؟ يعني كابتن عادل محفوظ المدير الاداري العينه بتاعته ايجابيه قبل السفر، فخلاص ده المفروض تبعت مدير اداري زي اي كل الفرق المصريه ما بتعمل والنادي الاهلي قبل البطوله هناك. هناك بتتمم على مكان الاقامه، على الاكل، على مكان التدريب، على كل الكلام ده. رئيس الباسه انا ده بقى الف ب خلاص دلوقتي. دكتور محمد علي هو رئيس الباسه، المفروض كان هيسافر سافر النهارده، لسه جاي سافر النهارده. طبعا مش طبيعي، والبطوله اصلا شغاله النهارده، كان هيلعبوا المفروض النهارده اصلا، كانت المباراه المفروض هيلعبوا النهارده. فالموضوع اسامه طبعا انا شايف فيه اهمال شديد جدا، وعدم اهتمام بالاجيال اللي طالعه. لازم اهتم بالنشئ، ده اللي هيفيدني ويدعم المنتخب الاول في النهايه. فلازم يبقى عندنا مراعاه للاجيال اللي طالعه دي، لان ده اللي هيشيل مصر بعد كده طبعا في الرياضه. يعني المنتخب انت بتعده بقالك 3 سنين انت كده يعني. كابتن ربيع انا بصراحه يعني صعبان عليا، لان هو من كذا سنه عمال يهاتي في البرامج كلها. لو خلي بالك يعني خدها مني، يعني خلال الفتره اللي جايه انت لازم تشيل حد الشيله. طبعا عايزين يشيله كابتن ربيع ياسين، هو اللي يشيل بعد ده كله، بعد ده كله للاسف. فعشان كده لازم يتفتح تحقيق كبير وموسع في هذا الموضوع. كابتن ربيع ملوش ذنب، لازم يبقى في ناس مسؤوله مسافره، وفي ناس طبيه موجوده، وفي مراعاه موجوده. طب الراجل من فتره عمال يا جماعه، خلي بالك عايزين يشيلوه ايه النهارده؟ ده ان الكابتن ربيع طلب انه يسافر قبل المباراه الاولى اللي كانت النهارده بست ايام. احنا عرضنا عليه انه يسافر 3 ايام. يعني النهارده المدير الفني عشان طلب يسافر 6 ايام يبقى هو المتسبب في كده؟ لا يا اسامه، شاف العقليه وشاف الكلام. كابتن ربيع طلب يسافر ليه؟ عشان يلعب ماتشات وديه، عشان ما بيلعبش هنا. هيقعد يلعب هنا مع الانديه عشان اللعيبه تتعود وتتاقلم هنا. عايز الاحتكاك بالظبط كده، ان هو انا مش مساعدين يجيبوا له اي فرق يلعبها. فهمت؟ شرفتنا ونورتنا كابتن شريف. انا كنت سعيد جدا معاك يا اسامه، واتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، وان
ونطلع اجيال تليق بالنادي الاهلي ان شاء الله ومصر وان شاء الله نشوفك كمان قريب كده في الفريق الاول بالنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله مدير فني كبير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بكده وصلنا نهايه حلقتنا. في النهايه بشكر ضيفي الكابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني لفريق 2005. بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي حلقه جديده من الاشبال. شكرا والى اللقاء.